في خطر يتهدد انتخابات الرئاسة. المال اللي شفتوه في عمل اللي انتوا بتقولوا عليها توكيلات، عمل التوكيلات او نماذج التأييد، الاسم الادق، شفتوا اتوبيسات والناس بتعطى 200 و300 جنيه عشان بس يعمل ده، ده هيعطى للناس الغلابة والفقراء والبسطاء 500 و1000 جنيه عشان يروح يقلب صوته لحسن مبارك بشرط. ونلاقي الكارثة من غير تزوير ولا حاجة، يعني تزوير بطريقة، هو ده تزوير برضه، بس تزوير مش بطريقة حسن مبارك وعصابته اللي هو يحشي الصناديق بالورق، لا، ده هو يدفع الناس. وده الغرب وامريكا لها تجربة في شراء الديمقراطية، يقول لك مش انتوا عاوزين ديمقراطية، هنجيب لكم ديمقراطية، بس ديمقراطية هنجيبها بالفلوس. انا بقول ده الخطر، ده ليه الذي يتهدد الانتخابات الرئاسية، لان مش مطلوب ان يأتي رئيس يحافظ على استقلال الوطن، مش مطلوب ان يأتي رئيس من اعداء مصر واعداء الثورة في الداخل والخارج يرجع مصر او يحافظ على مصر لاصحابها اللي هم الشعب المصري، بس مش مطلوب حاجة، بلد بلدنا واحنا اصحابها كشعب مصري، حقنا ان نتصرف في وطننا اللي هو ملكنا ونحن جميعا شركاء فيه بكل المصريين كل اتجاهات، عاوزين نرجعه لاصحابه او يبقى في عهدة اصحابه بعد استردادهم له بعد الثورة، رغم ان احنا حتى الان بنشد بلدنا واعداء الثورة بيشدوها مننا. فاحنا لا نريد الا ان نحافظ، مش مطلوب ان يأتي لمصر رئيس يحافظ على الاستقلال، مش مطلوب ان يأتي لمصر رئيس يحترم شريعتها، يحترمها بصدق مش بجمل مطاطة وبجهل، لا، احترمها بصدق وبأمانة وبرشد، يتحدث ويعلم ويعرف شريعة الله سبحانه وتعالى، ده مش مطلوب. هم يدركوا، وده اللي مسودينه مشيعينه بين العالم كله، الشريعة الإسلامية يحاولوا يختزلوها في الحدود، وكان الشريعة الإسلامية حينما يطالب بها الشعب المصري ولا لم تغب عن الشعب المصري من 15 قرن الشريعة الإسلامية، لكن غاب من نظم مستبدة معاندة لهذا الدين، غيابت عنه تنفيذها أو تنفيذ أجزاء منها بمعنى أدق، ده مش مطلوب أن يأتي رئيس من النوع ده، وبالتالي الالتفاف حول هذا بالمال. عشان كده برجع وأقول أننا جميعا الموجودين هنا وكل واحد في حضراتكم متصل بدائرة فيها مئات وعشرات الناس، مطلوب مننا أن ننشر الوعي من الآن بين أهلينا وعائلاتنا وقرانا ونجوعنا أن ثمة اختيار للسلطة التنفيذية أو لرئيس الدولة سيكون يوم 23، وإياكم إياكم أهلينا وعائلاتنا ونسائنا وبناتنا وأولادنا أن حد يشتري إرادتكم بالمال، وإياكم أن يضحك عليكم بأي من الشعارات المطاطة وباستخدام ودغدغة عواطفكم، عليكم أن تحسنوا الاختيار، وفي النهاية كل واحد هيختار لوحده، لا سلطان لأحد عليك إلا ضميرك، تبتدلي بشهادتك. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من شهادة الزور، شهادة الزور إن ضميرك يفرض عليك أن تنتخب فلان وتروح تخالف ضميرك وتنتخب علان، بس هي دي شهادة الزور على طول، ما هو شهادة الزور كده. فإياك أن تقع في هذه الكارثة، تغير من تريد، المهم ألا يشترى إرادتك بالفلوس، ألا يفرض عليك أي طرف من أي جهة أن تنتخب أحد بعينه دون رضا وقناعة وشعور بأنك إذا قابلت ربك ومولاك هتقدر تقول آه هو ده اجتهادي، وده يقتضي أنك تعرف، مش أن تقول أنا سمعت والله اسمه فلان، ده فلان بنسمع عليه بقى لنا 20 سنة فهننتخب، لا، القصة ليست كذلك، ولا بالمظاهر ولا بالأشكال. البعض ساعات يقول احنا عاوزين نعرف برنامج كل مرشح، ده صحيح من حقك، بس هل هو البرنامج هو المعيار الوحيد؟ ولا تاريخ المرشح ونضاله ومواقفه الثابتة ومشاركته في هذه الثورة وتضحياته وحاجات كتير، مش بس مجرد ان برنامج مطلوب من حق كل مواطن، يقول البرنامج ايه وايه اللي هتعمله، قول لنا ايه تفكيرك، كل ده صحيح،
لكن مش ده بس. من هنا فواجب الوقت الآن، واجب الوقت علينا كلنا كمصريين خايفين على بلدنا وحريصين عليها، أن ننشر الوعي بين أهالينا بأن في انتخابات، وأن خلي بالكم محدش يبيع إرادته بأي ثمن أيا كان هذا الثمن، قد يكون الثمن مادي أو معنوي، ما يبيعش إرادته. الأمر الثاني والأهم، من يوم الانتخاب نفسه اللي هو هيبقى 23 و24 مايو، مش هروح أغلب صوت وأروح، هنحمي إرادتنا، هنحمي شرفنا السياسي كما نحمي شرفنا الإنساني. المسألة أخطر، أخطر مما تتصورون. تغيير مصر وإنقاذ مصر وتحرير مصر من سلطان الصهاينة والأمريكان وسلطان العصابات بتاعتهم اللي لسه موجودة في دولاب الدولة، هذا التحرير ليس تحريرا لمصر فقط، بل تحريرا للأمة الإسلامية والعربية كلها. مصر قلب العالم العربي والإسلامي. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. العالم العربي والإسلامي ماشي ورانا بشرنا وحلونا ومرنا، ده واقعنا، يعني واقع مصر كده. رضيت أنتوا أو لم ترضوا، وبالتالي إنقاذ مصر، مصر اللي قال الصهاينة على رئيسها الفائت المخلوع إن ده الكنز الاستراتيجي لإسرائيل اللي باع إرادة هذا الشعب وباع كرامته وباع ثرواته لغير هذا الشعب، الغاز وغيره وغيره وكلام كتير لا يسع الوقت، لان احنا انتوا عارفين وحافظين وعايشين في البلاء المبين ده بقالنا 30 سنة. فاخواننا لازم نأدي واجبنا تجاه هذا الوضع. لا احد يجب، والوطن والبلد يحتاج منا الذين يخافون على شريعة الله سبحانه وتعالى. شريعة الله مش هتطبق في الهواء الطلق، شريعة الله بتطبق في أرض وفي وطن وفي وسط الناس، وبالتالي هناك خشية بعد التشويه اللي مورس على الإسلام والشريعة الإسلامية عشرات السنين من كتاب الغرب والشرق والعلمانيين المتطرفين اللي بيدعوا كذا. يخشى أن تقدم مصر النموذج الراقي لمفهوم الشريعة الإسلامية. مطلوب يظل الشريعة الإسلامية حينما تذكر يذكر قطع الأيدي وقطع الرقاب، هو دي الشريعة الإسلامية بس، خلصت خلاص. الشريعة الإسلامية بتطبق في مصر؟ لا. ليه؟ لأن مفيش لا قطع أيدي ولا رقاب، يبقى مفيش شريعة إسلامية. هي دي الشريعة الإسلامية بس، هي دي الحتة دي بس، جزء بتاع العقوبات والحدود هو ده الشريعة، وده جزء حتى من العقوبات، من نظام العقوبات. والعقوبات دي بتطبق بان كل امين شرطه وظابط هنوزع عليهم سكاكين، نقول له فوت كده ماشي للشارع، اي واحد ما يعجبكش هات اقطع ايده، قول له انت حرام. مش دي الصوره اللي اعداء الاسلام يريدوا ان يشيعوها للشريعه الاسلاميه العظيمه اللي اعظم ما فيها هو الحفاظ على كرامه الانسان، واللي اعظم ما فيها الحفاظ على حريه الانسان، والأعظم ما فيها الحفاظ وعلى قيمة العدل، سواء العدل القضائي أو العدل الاجتماعي، والأعظم ما فيها أن يعيش أبناء الوطن بكرامة وعزة وسعة في الرزق. وده كله ببناء الوطن. سعة في الرزق هتيجي إزاي يعني؟ وده اللي عبر عنه الصحابي الجليل بألفاظ عهده ربعي بن عامر لما قال: جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ده المعنى الحقيقي للحرية، اللي الإنسان لا يكون مستعبد إلا لربه. مفيش حاكم يستعبدنا، مفيش سلطان يستعبدنا، مفيش جهاز أمن يذلنا، كل ده من عبادة العباد. كل ما ولا مستعبد لا لشهوة ولا المال، هو ده معنى الحقيقي للحرية. عشان كده لا يشعر بالحرية إلا الموحدون. الحرية الحقيقية مش حرية البكش، حرية اللي تجعل الإنسان يجاهر بما يؤمن أنه حق، مش خايف، مش مرتعش،
وهو ده معنى التعبير، هو حق التعبير، يعني ما تعتقد انه حق تستطيع ان تتحدث به. حرية اللي سيد البشر علم فيها الناس ان سيد الشهداء حمزة ورجل قام لسلطان ظالم فأمره ونهاه فقتله. ده بيعلمهم حق التعبير والدعوة حتى لو تمنوا انك تقتل، وبيعتبرك من سيد الشهداء حينما، لان انت بتقول رأيك في مواجهة اقصى درجات الدائرة واشجعها واطهرها وانبلها، انك تقوم تقول رأيك في مواجهة حاكم ظالم. هو ده الرأي وحق التعبير، انك تقعد في اوضة وتقفل عليك وتخطب وتقول اللي انت عاوزه؟ لا، انك تواجه بهذا الرأي من يظلم ناسه واهله وشعبه فيكون جزاءك الحبس او الاعتقال او القتل. ما احنا شايفين بعد الثورة ناس طبعا ابطال كثيرة دلوقتي. ابطال كتير بعد الثورة. طب انت كنت فين قبل الثورة؟ اين كنت؟ لماذا لم تواجه الظلم قبل الثورة؟ لماذا لم تواجه الظالم اللي اهان هذا الشعب؟ فانت كنت فين جاي تعمل بطل دلوقتي في وقت السعة؟ عشان كده هو ده معنى الحرية.